أنغام ربما من خلالها استطاع هؤلاء الشباب أن يعبروا عن آلام الغربة والحرمان من بلادهم في ظل الحرب المتواصلة عليها. معزوفات وأغاني قدمها شبان وبنات من عدة جنسيات مختلفة وبعدة لغات، منها التركية والأرمنية والعربية، قدمتها فرقة كورال موزايك في مدينة إسطنبول التركية، معبرين عن معاناة اللاجئين الهاربين من دمار بلادهم التي لم ترحم صغيراً ولا كبيراً. الكورال هو مشروع مبادرة شبابية ما مدعوم من أي جهة. أنا أطلقت دعوة عبر الفيسبوك بشهر آذار هاي العام لأي حدا بيحب أنه يشارك معنا بالكورال، وصار في عنا أعضاء هلأ حوالي 20 من جنسيات مختلفة وأغلبهم سوريين. صوت اللاجئين، هكذا أطلق على اسم الفعالية التي شارك بها أحد أهم المخرجين المهمين في تركيا دعما لهم خارج بلادهم. لقد سعدت بالمشاركة في هذه الفعالية لإيصال صوت اللاجئين من خلال الأغاني التي قدمتها فرقة كورال موزايك إلى جميع العالم، معبرين عما يعانونه بعدة لغات مختلفة. إيميليا من ألمانيا إحدى المشاركات في الفرقة، أرادت أن تعبر عن فنها من خلال مشاركتها ودعمها للسوريين. لقد أتيت إلى هذه الفرقة بعدما دعتني ميسا للانضمام إليهم، وهذه هي المرة الأولى التي أغني فيها بالعربية، والتي من خلالها تعرفت على السوريين وما حصل لديهم أثر في، وأنا هنا معهم وأرى ابتسامتهم رغم ما يحصل في بلادهم. على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون، إلا أن أحلامهم لا تتوقف، وروح الأمل لا زالت موجودة في حياتهم وتلمسها في حديثهم وابتساماتهم الحالمة. تركوا السلاح لينطلقوا بأصواتهم خارج حدود الحروب، معبرين عن معاناتهم من انفجارات دمرت أحلامهم وطموحاتهم، أنغام ربما من خلالها تخفف آلام الغربة لديهم. سحر نبيل، ترتال العربية، إسطنبول.